لما يجي في 48 ساعة كل هذه الآلاف، يبقى نادي أعضائه وعضواته عندهم وعي. والنهاردة إن شاء الله هنستمع لآراء كل عضو، سجل اسمه في اللي احنا هنقوله من مقترحات، وبعد كده هناخد التصويت وقوفا على كل قرار من القرارات. انتم اصحاب النادي، انتم اصحاب الرأي، انتم اللي شجعتونا للاسماء، انتم اللي شجعتونا نبني نادي جديد اسمه نادي الزمالك. انا بتحدى بيكم وبالنادي دلوقتي اي نادي في العالم، في ناس كتير فيكم سافرت كتير، بتحدى بيكم هذا النادي بقى رقم واحد في العالم. كنا زمان بنعاير ان احنا مركز شباب،